المتسابقة الرابعة لهذه الليلة هي أصغر المتسابقين سنا، هي رقم 4 أماش متبوبة جدو. اسمي أماش متبوبة البوبة جدو، خلاقي 1991 في العصابة، شاركة برنامج النقمة الذهبية وزين عندي حتى، وشاركة في شورنجال بقتنا. Dan, 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 dan
شتم بحريمك وباشت بحريمك وباشت عود بحريمك وسيري يا ريمك وانت ريمك يا ريمك دان 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 أماش حرك ما شاء الله أماش مشاركتك نجاح للنقمة نظرا لسنك وحسك من أزين الحسوسة اللي قد ينافس شكرا ولقلتي في حال كر زين لقلتي في قتبار تام وزين شكرا أتمنى لك التوفيق هذا ما شاء الله لقلتي كان على المستوى كامل أصيل مغرف الأصالة به اللي اللام ريميدة وقتمار وهذا هو أدوات كحال كار تقريبا قلت فيه شيء مقنع زين شكرا واصي على ذاك المنوال من ملك التوفيق إن شاء الله شكرا أماش لا لا يتفقدين بقاف من قفان نشيتكم النغمة جات تبان الدور اللي مردوم قبل النغمة ما باني بان من النجوم ظهر لي عنك من ذاك اللي كان مردوم قبل النغمة نتمني لك التوفيق إن شاء الله شكرا أراه اللي صوت لأماش المتسابقة رقم 4 يصوت لي على الرقم 12-04 و12-05 مش نقتل